تسليط الضوء على المشاغل الأسرية في القيروان وبحث عن نوافذ الأمل. نجد على الحياة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فهم، موعد جديد من برنامج نافذة على الحياة. معكم سهام حمدي في الميكرو، ابن بوخيت في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعريس في الديجيتال. اليوم نحط الرحال في معتمدية نصر الله من ولاية القيروان، نحكيه على جمعية الأمل لرعاية المعوقين. هذاك علاش معنا في التليفون مدام هندا كديشي مديرة الجمعية، باش نحاولوا نتعرفوا معها أكثر على الجمعية هذه، أهم الأنشطة وأهم الخدمات اللي تقدمها. مدام هندا صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. عسلامة، صباح الخير الناس الكل، عسلامة، شكرا على الاستضافة. شكرا لك، يعطيكم الصحة على الدعوة هذه اللي باش تمكننا باش نعرفوا بالجمعية متاعنا في معتمدية نصر الله. مرحبا وعيشك. بالنسبة كمقدمة تعريفية للجمعية متاعنا، هي جمعية محلية تنشط على مستوى محلي في نصر الله. عنا منذ انطلاق النشاط متاعنا من سنة 2010 إلى يومنا هذا، وإحنا نخدم مع فئة ما يعبر عنها بفئة مهمشة، مع أنه التعبير هذا ما نحبوش، هما أصدقائنا من ذوي الإعاقة اللي نحن دورنا في المجتمع المدني أنه نقدموا لهم خدمات رعاية صحية ونفسية وتأهيل مهني. هذه أهم البنود، معناها الأهداف متاعنا هو معاضدة جهود الدولة في الإحاطة والتكوين ذوي الإعاقة. به مدام هندا توقت لي من 2010 الجمعية، يعني عمرها به يعني كما قولوا 12 سنة توا. خليني سنبدأ بالأطفال اللي هما توا ضمن الجمعية، قديش تضم من طفل يعني ترعاهم الجمعية في العام هذا؟ يعني بالنسبة من الانطلاقة متاعنا من 2010 معناها لسنة 2022، العدد نتاع الصغار معناها تلمذتنا قاعد معناها كل عام يزيد، فهمتني؟ معناها الافكتيف نتاع النمبر نتاع تلمذتنا معناها يزيد. حاليا توا معناها عندي توا 37 تلميذ مرسم في الجمعية. معناها نعطيهم في معناها التربيه مختصه وتربيه مبكره. اي قبل ما نحكيو على الانشطه مدام هندا، قلت لي توا فما 37 تلميذ والعدد قاعد يرتفع، قداش كان يعني مثلا كي نقارنوا بالعام اللي فات قداش كان عدد التلامذه؟ كانت في حدود 21 19، كيكون بين 19 21. السؤال هو ديما يتطرح علاش العدد هو معناه هو مرتفع، خاطر ديما عندي في الليست داتون قائمه الانتظار نتاعنا مثلا عندنا 54 تلميذ، فهمت؟ معناها النمبر معناها العدد نتاع التلامذة ما بين 37 و 54 يعطونا المجموع نتاع 91 تلميذ، هكا ولا؟ السائل يقول معناها معناها النمبر العدد هذايا منين جا؟ أول حاجة احنا معتمدية نصر الله وإلا الجمعية سامحني تخدم على ما بين معتمدية نصر الله وأحوازها ومعتمدية منزل مهيري وأحوازها، معناها التقسيم الجغرافي لا يعنينا كجمعية، معناها احنا نخدمه في زوز معتمديات داكوردو. هذه معناها علاش؟ خاطر التلامذة قبل ما يصير التقسيم الجغرافي ما بين الزوز معتمديات عندنا التلامذة استانسوا بينا، فهمتني؟ يحبوا يقعدوا ديما في الجمعية معناها. يحبوا يمشوا يجوا بحذانا، معناها معناها استانسوا بينا هما صغيراتنا معناها. باهي مدام هند، بالنسبة لإشكال النقل يعني عدة جمعيات قالوا أنه نظرا لبعد المناطق يعني والعمادات في أي معتمدية ديما فما صعوبة وإشكاليات في النقل، عندكم صعوبة هذه وإلا لا؟ بالنسبة للنقل احنا عنا حافلة خاصة للنقل نتاع التلامذة، فهمتني؟ كيف كيف عنا مثلا السيركيلاسيون نتاعها ما بين نصر الله ومنزل مهيري والحواز نتاعها داكوردو، ومن طون قاعدين نعملوا على النقل الريفي، عندنا تلامذة بعاد برشا في المسافة، فهمتني؟ نعملوا على النقل الريفي باش يجيبوا لنا صغيرات هذوكا، فهمت؟ باهي مدام هند انت توا قلت لي عندنا تقريبا 52 كان صحيح الرقم اللي في ليست داتونت 54، علاش شنو هو اللي يحول انهم يحيل انهم يلتحقوا بالجمعيه يعني؟ شنو هو الاسباب؟ والله اكثر صعوبات نحن توا تواجهنا في الجمعيه هما معناها المقر نتاعنا، خاطر ماهوش مقر خاص بينا نحن، واتجاه سلطة الإشراف معناها على المستوى الجهوي ولا حتى في معناها مستوى الوزارة، يعرفوا اللي نحن المقر نتاعنا في وضعية كراء،
فهمتي؟ والمقر نتاعنا ماهوش وظيفي وغير مؤهل للقيام بالعمليه التربويه والا البيداغوجيه، فهمتي؟ يعني اسباب لوجستيه بالاساس اللي تخليكم تقبلوا كان 37 هذوما كاو، للاسف فما 54 تلميذ اخر يحب يلتحق بالجمعية ولكن ما نجمش لأسباب لوجستية. ونحكيو بعد أكثر تفاصيل على الصعوبات. مدام هند كنت تحكينا على الأنشطة اللي تقدموهم للتليم ذات هذوما، شنو الرعاية اللي تقدموها لهم؟ أعطينا أكثر تفاصيل. نحن في الجمعية عندنا زوز مربين مختصين، فهمتني، على موضوعين على الذمة، عندنا مكون مهني وسائق الحافلة، معنى هذوما هما العوين الموجودين عندنا. بقينا بالنسبة للخدمات عنا نخدم برشا على التربية المختصة اللي هو فيها الناس اللي عندهم عسر في التعلم وإلا معناها عندهم صعوبات نفسية، هو ديما الناحية البيداغوجية والتعليمية ديما على معناها على مسؤولية المربي المختص، خاطر عنده معناها التقنيات معناها اللي تنجم تعاون التلميذ هذا باش يتجاوز الصعوبات نتاعه. ثاني حاجة أن عنا التكوين المهني، معناها هو الورشات اللي نخدموا فيها هي ورشات معناها قابلة للتطور، فهمتني؟ نخدم مثلا في الابتكار والصناعات الحرفية كما التزويق الفخار، خدمنا زادة ورشة الخياطة عملنا بها منتوجات معناها عملنا لها تسويق على مستوى محلي، فهمتني؟ نخدموا في ورشة الإعلامية خاطر نحب صغير زادة يكون واعي بالعالم الافتراضي، معناها يكون عنده شوية وعي حتى يدخل في العالم الافتراضي شنو هو الحاجات السيئات والإيجابيات، فهمتني؟ وعندنا زادة أنت تدخل في الإدماج المدرسي اللي هما يقرأوا في المدارس العادية وميم طوم معناها عندهم سوايع يعديوا فيها معنا باش نعاونوهم على القراءة والتعلم معناها بصفة عامة. باهي، الأعمار من قداش لقداش في الجمعية وكيفاش توزعوهم حسب الأعمار على الأنشطة ونوادي التكوين المهني؟ بالنسبة للتقسيم المجموعات هو مقسم على حسب كراسة الشروط. كيفاش؟ بتاع نحن نستقطب ما بين الأعمار ما بين 4 سنين ل 30 سنة حسب المنشور، احنا نمشيو بالتشريعات والقوانين السارية معناها في بلادنا. دونك نحن من 4 سنين ل 30 سنة يقع تقسيم التلامذة مش فقط حسب الفئة العمرية زادة حسب الإعاقة، خاطر نحن الجمعية ماهيش مختصة بالإعاقة العضوية فقط وإلا بالإعاقة الذهنية فقط، هي مختصة بجميع أنواع الإعاقات. دونك نحن التلامذة نتاعنا الجروبات حاليا توا مقسمين على 4 جروبات أو 4 فرق، فهمتني؟ كل فريق عنده التسمية نتاعو ومقسمين حسب الفئة العمرية وتقريبا معناها حتى في الإعاقة معناها الإعاقة السمعية وحدها، الإعاقة الذهنية خفيفة ومتوسطة وحدها. باهي، والأنشطة ذوما ولا الورشات التكوينية يمشيوا لهم حسب الأهواء نتاعهم حسب الميولات نتاعهم ولا أنتم تختاروا وين باش تحطوهم؟ والله بالنسبة للسؤال هذا يصير عن طريق المشروع التربوي الإفرادي، لأنه كل مربي مختص هو اللي قيم التلميذ نتاعو إسكي هو مؤهل باش يمشي للتكوين المهني ولا، فهمتني؟ وبالطبيعة التكوين المهني المجال هذايا ماذا بينا يكون مفتوح أكثر في الجمعية، هو حاليا ما عندناش تكوين مهني، معناها باش نكون صريحة معاك، خاطر احنا التصور نتاعنا شنو هو؟ احنا نحبوا الإنسان المعوق، إنسان مسؤول وليس مكفول. صحيح نحن الإنسان المعوق معناها تلمذتها نحبوهم يدخلوا معناها عندهم زمام المبادرة ويعملوا معناها يدخلوا في الدورة الاقتصادية، لكن إمكانيات الجمعية ماهيش قادرة، معناها الموارد المالية نتاعنا مانيش قادرين باش نخدموا ناخذوا الخطوة هذه. واضح باهي. مدام هند انت قلت قبيلة انه تقوموا بالتسويق للابتكارات معناها نتاع صغيرات هذوما، كيفاش تشاركوا في معارض تمشيوا ما نعرفش فين بالضبط باش تروجوا للمنتوجات هذه؟ بالنسبة للترويج هو صار معناها بهم 3 مرات أنا حسب ما نتفكر معناها إذا كان مش أكثر، على مستوى محلي ندخلوا معناها مشكورين المؤسسات على مستوى محلي كما دور الشباب والثقافة في نصر الله ولا المؤسسات الأخرين معناها نوادي الأطفال، معناها كيصير معارض وإلا تصير معناها مهرجانات خاصة بالتراث
فهمتني، معناها يسرد عونا يصير معناها تسويق للمنتوج هذايا. باهي واضح. بالنسبة للخدمات اللي تقدمهم الجمعية للتلميذات 37 تلميذ اللي موجودين في الجمعية، شنو الخدمات اللي تقدمهم لهم؟ فما إعاشة، فما لومجة، اش فما بالضبط؟ والله نوفروا لهم كل يوم معناها اللومجة، معناها طبخ، معناها مش حتى لومجة، فهمتني، حسب الإمكانيات نتاعنا. وشكرا للناس اللي تتبرع، فهمتني، وأهل الخير اللي يمدونا ساعات ويعطيونا باش نوفروا لهم معناها وجبة الإفطار نتاعهم. وجبة واحدة معناها نتاع نص نهار، خاطر احنا نخدموا بنظام جزئي من 8 الماضي ساعة. فهمت. باهي مدام هند، توا في الختام حكينا على أبرز الصعوبات اللي تواجه الجمعية، وكان فما حلول تقترحهم باش يتم تجاوز هالصعوبات هذه. بالنسبة لزوج صعوبات أنا باش ناخذهم باختصار معناها باش ما نطولش. بالنسبة للصعوبات هو المقر، احنا طلبنا ولا زلنا نطالب معناها وزارة الإشراف والسلطات معناها سلطة الإشراف معناها على مستوى جهوي وحتى على مستوى الوزارة، أنها معناها تساعدنا باش ناخذوا فما قطعة أرض معناها موجودة، معناها أملاك الدولة وافقت أنها تعطينا الأرض ذي، فهمتني، نستناو في ديوان قيس الأراضي أنها تقع تخصيص متاع قطعة الأرض ذي. نتمنى أنه العام الجاي إن شاء الله بقدرة ربي تكون معناها مفتتح السنة الدراسية في مقر خاص بنا نحن إن شاء الله. بالنسبة للصعوبة إن شاء الله بقدرة ربي، بالنسبة للصعوبة الثانية هي الموارد البشرية، احنا نطالبوا بانتداب ناس مختصة كما في لغة الإشارة وتقويم النطق واخصائيين نفسانيين واجتماعيين، فهمت، هذوما الناس معناها ومعيني الحياة، خاطر هما الدورة نتاعهم ياسر معناها يعاونونا برشا حتى باش نفهموا نفسية الصغير، وماذا بينا يصير معناها انتدابات في أقرب الأجل. إن شاء الله يا ربي. تفضل مدام هند، عندك ملاحظة أخرى؟ والله أنا نحب نشكر الأسرة التربوية اللي قايمة بالجهد نتاعها، فهمتني، في الإحاطة بالصغيرات هذيا، ونحب نشكر زادة أعضاء الهيئة المديرة اللي هما معناها برغم معناها قلة الموارد المالية معناها واقفين معانا باش نكملوا معناها العمل نتاعنا، وشكرا لكم ويعطيكم الصحة. يعطيك الصحة أنت مدام هند الكديشي مديرة جمعية أمل لرعاية المعاقين بنصر الله، يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي أمديتنا بهم، إن شاء الله تتحقق المطالب نتاع الجمعية، وبالتوفيق لكم. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من نافذة على الحياة، نتقابلوا في الحلقة القادمة في لمن نافذة على الحياة، تسليط الضوء على المشاغل الأسرية في القيروان وبحث عن نوافذ الأمل.